السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كنشوف في التعليقات بزاف منكم كيسولوا على الايفونات والاتمنه ديال الايفونات وشكون اللي حسن وباش تنصحنا الى اخره. المهم اليوم في هذا الفيديو كما شفتوا في العنوان غنهضروا على افضل واحسن ايفون اللي كنصح بالشراء ديالو في 2020، ومن طبيعة الحال خاصو يكون جامع كلشي وناقص شويه في الثمن على ايفون 11. وكنقصد جامع كلشي، يعني فيه شاشه واعره، باتري ناضي، كاميرا مزيانه، تصميم ممتاز، معالج خرافي. المهم يكون كامل، وانا كنصح به اي واحد بغى يشري ايفون اللي يدوز به واحد 3 سنين ولا 4 سنين بلا ما يسول في تليفون مازال. كنصح به اللي عنده الميزانيه ديالو، واللي ما كملاش الميزانيه ديالو خاصو غير شي شويه يصبر شي شويه تيكمل الميزانيه ديال هذا الايفون هذا ويشريه بلا ما يشري ايفون اخر قل منه. وحاجه اخرى خاصها تكون في راسكم، الناس اللي كيسولوني في الانستغرام راني قلتها لكم ديجا، هاد الحاجه هي التليفونات ديال ابل راه غاليين بزاف هاد الايام في المغرب، حيت السلعه قليله في السوق، واخا هما اصلا غاليين في المغرب زادوا غلاوهم. المهم حاولوا ما تشريوش في هذا الوقت حتى تدخل السلعه. وحاجه اخرى، دخلوا تابعوني في الانستغرام، واللي عنده اي سؤال يصيفط ليا في الخاص في الانستغرام بلا ما نطول عليكم كثر. يلا نبداو. مرحبا بكم من جديد. والايفون اللي غنهضروا عليه اليوم ونشوفوا علاش مناسب ليكم في 2020 هو ايفون اكس اس ماكس. اول حاجه، التصميم ديال هذا الايفون فخم، والمواد باش مصنوع حاجه ناضيه، من الظهر زاج ومن القدام زاج، والتصميم ديالو الشكل ديالو مازال منافس الايفونات الجداد بحال الايفون 11 ولا الايفون 11 برو ولا برو ماكس، تقريبا مختلفين غير في الشكل ديال الكاميرا. وحاجه اخرى اللي في هذا الايفون وبزاف ديال الايفونات اخرين ما فيهمش هي الشاشه. الشاشه هنا سوبر اموليد، وكما كتعرفوا هذه الشاشه خرافيه، والحجم ديالها 6.5 انش. واخا انا ما كيعجبنيش الشاشه تكون فايته 6 انش، المهم الدقه ديالها فول اتش دي بلس بكثافه 458 بيكسل فول انش، وبعيد على الارقام هذه من افضل الشاشات في الفراجه، الالوان فيها خرافيه. وكما قلت لكم من قبل، الايفونات اللي فيهم هذا النوع ديال هذه الشاشه هذا اللي هي سوبر اموليد قلال بزاف، وهذا واحد من هاد الايفونات اللي فيه هاد الشاشه الخرافيه. وبالنسبه اللي بغاو يشريو ايفون بنفس المواصفات وحجم يكون صغير شويه، اللي عندهم الذوق ديالهم بحال ديالي ما بغيوش التليفون يكون كبير بزاف، يمكن لكم تاخذوا النسخه الصغيره ديال هاد الايفون واللي هي الاكس اس. ومن الشاشات نهضروا على الاداء ديال التليفون في الاستخدام العادي وفي الالعاب. هاد التليفون فيه معالج من اقوى معالجات ابل، بيونيك اي 12 بتقنيه 7 نانو سداسي الانويه، والاداء ديالو سريع سريع بمعنى الكلمه، سواء في الاستخدام العادي، التنقل بين التطبيقات، تشغيل المحتوى والتصفح، سواء في تشغيل الالعاب بحال بابجي، فري فاير وكاع الالعاب المشهوره. المهم الاداء خرافي وما غاديش تلقاو مشكل نهائيا في الاداء. وكما كتعرفوا شاشه كبيره كيخصها باتري يكون كبير ويوفر الطاقه، وايفون اكس اس ماكس فيه باتري بسعه 3174 ملي امبير. ولكن هنا ماشي الرقم اللي كيهمنا، كلكم عارفين بلي كاينين تليفونات حاليا فيهم 5000 ملي امبير، ولكن في اندرويد اللي كيهمنا حنا هنا هو شحال يبقى معكم التليفون بلا ما يحتاج يتشارجا. والجواب على هذا السؤال في الاستخدام العادي ايدوز لكم نهار بلا ما يحتاج يتشارجا، والاستخدام المكثف بحال الالعاب والتصفح المستمر ما غاديش يكمل النهار، ولكن هذه ماشي شي مشكل اللي كبير. غالبا ملي تكونوا مكونيكتين بزاف ولا كتلعبوا بزاف، اما تكونوا في الدار ولا قهوه يعني عندكم فين تشارجيو. المهم على العموم الباتري حتى هو في هذا التليفون تقدروا تعتمدوا عليه، وحتى هو من بين المزايا اللي خلاني ننصحكم بهذا الايفون هذا. ومن المزايا الاخرين اللي تقدروا تعتمدوا عليهم في هذا الهاتف، الكاميرا. الكاميرا هنا من افضل الكاميرات اللي في كاع الايفونات، كاميرا ممتازه بزوج عدسات بدقه 12 ميجا بكسل. وكما شفت هذه من اكثر الكاميرات اللي كتصور تصاور قراب للواقع من حيث الالوان والتفاصيل، وكتصور فيديو 4K، ومن طبيعة الحال فيها بزاف ديال الخصائص ما غاديش ندخل في التفاصيل ديالها. المهم كاميرا تقدروا تعتمدوا عليها في التصاور وفي الفيديو. وحتى هذا الايفون بشكل عام فيه بزاف ديال الخصائص والخدمات اللي واعره، وكما قلت لكم قبل ما غاديش ندخل نهضر عليها حيت هذا الفيديو ماشي مراجعه، بغيت غير نعطيكم فكره على افضل ايفون مناسب تشريوه في 2020 بمواصفات وبثمن يكون مناسب. وعلى ذكر الثمن، الثمن ديال الاكس اس ماكس كيدير جديد النسخه 64 جيجا 7500 درهم حتى 8000 درهم، ومستعمل من 6000 درهم حتى 6500 درهم. وبالنسبه اللي عندهم ميزانيه ديال 3000 درهم ولا 4000 درهم، ما نصحكمش تشريو ايفون بهذا الثمن هذا، شريو حتى
تليفون اندرويد، كاينين بزاف تليفونات اندرويد ناضين بهذا الثمن هذا وحسن بزاف من تليفونات ديال ابل اللي بهذا الثمن. واخيرا ما تنساوش تشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركين، واعطونا زر لايك. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو خوتي، نتمنى نفيدكم كما هي العاده. السلام عليكم.